مرحبا بكم، رجعنا لكم بوصفة جديدة. إن شاء الله تكونوا بخير. أتمنى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. يلا بينا. ممكن تستخدم الجبنة هذه، أنت بتقرر أي نوع ممكن تستخدمه، ما في أي مشكلة. الكريمة ممكن تستخدم طازجة أو ممكن تستخدم هذه. إذا الوصفة بدها 300 جرام كريمة، تحط لها 150 جرام بودرة و 150 جرام حليب، بتصير 300 جرام. نفس الشيء. أتمنى تشتركوا بالقناة. شكرا كتير لكم، مع السلامة.